مشاهدينا الكرام، معنا في هذه اللحظات تركي الشمراني مدرب فريق القلعة المنتصر في أول مباراة له هنا في بطولة النخبة الأولى على ملاعب الكاس. تركي، بداية نرحب فيك عبر شبكة الفارس العالمي ونبارك لك الفوز في أول مباريات. الله يبارك فيك ويسلمك، إن شاء الله يعطيك العافية. ما هو سر القلعة؟ لم يظهر في شوط المباراة الأول وظهر بقوة في شوط المباراة الثاني. والله سر الأجواء كانت شوي، ولا الفريق ما كان متماسك، بس بعض التوجيهات وكذا، والحمد لله تماسك الفريق في الشوط الثاني وأدينا الوجه المطلوب. اليوم مباراة وشوط أول لم يظهر وظهروا في شوط ثاني، في المباراة القادمة هل سيغيبون في شوط ويحضرون في شوط أم سيكونوا على مستوى عالي من بداية المباراة؟ لا، بإذن الله نعدكم في المباراة القادمة نقدم مستوى أفضل من اللي قدمناه ونكون متميزين في الشوطين بإذن الله تعالى. مباريات قادمة ستكون صعبة جدا على الفريق، هل تتوقع بأن فريق القلعة سيواصل المستوى المميز والتأهل إلى دور المقبلة؟ بإذن الله تعالى سنبهركم في المباريات القادمة، نعدكم بالأفضل المباريات القادمة إن شاء الله. القلعة في أول مباراة يحقق 3 نقاط، ربما تكون هناك مباريات صعبة تعد الجمهور وتعدنا كذلك بأن سيواصلون، سنشاهد المباراة القادمة. القلعة، هل هناك نقص فني أثر عليهم أو نقص لاعبين أثر على مجرى المباراة أم كانوا بعدد كامل؟ لا، الفريق كان كامل، بس الحظ ما ساندنا الشوط الأول والتركيز، فقدنا التركيز في الشوط الثاني، ركز الفريق وأدينا بشكل أفضل، والمرة الثانية بإذن الله تعالى نكون أفضل من الأولى بإذن الله. شكرا لك. العفو، لا شكرا. إذا كان هذا محور حديثنا مع المدرب تركي الشمراني مدرب فريق القلعة في هذه المباراة. أشكر كل الطاقم، طاقم شبكة الفارس العالمي على التغطية المميزة التي تحضر في كل البطولات. تقبل تحياتي محمد معنوزة ومن خلف الكاميرا، وكذلك طاقم كل شبكة الفارس العالمي. من هنا ألتقيكم في تغطية قادمة في بطولة